السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا الدنديني من قناة مستر رضا التعليمية. هنبدأ ونقول زي ما احنا دايما متعودين: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنستكمل النهاردة دروسنا في علم الصوتيات على حرف الإي. على بركة الله هنبدأ. حرف الإي، حرف الإي هو حرف بيقف ما بين الآ والإي، ما بين الفتحة وما بين الكسرة. عايزين نشيل المفهوم اللي مترسخ عند ناس كتير إن حرف الإي هو الكسرة في اللغة الإنجليزية. حرف الإي ليس هو الكسرة، ولكن الكسرة الحقيقية هي حرف الآي. تمام؟ تمام، هنشوف دلوقتي كده. يبقى حرف الإي هو حرف بيقع ما بين الآ وما بين الآي، ما بين الآ وما بين الآي اللي هو الكسرة. تمام؟ تمام. طب ازاي يا أستاذ رضا احنا هننطق حرف الإي ده؟ حرف الإي هو الكسرة الخفيفة، هنقول مجازا ان هو كسرة خفيفة، اوكي؟ هو مش كسرة ولكن هنقول عليه كسرة خفيفة، اوكي؟ هي الكلمات هي اللي هتبين لنا الكلام ده. لو انا كتبت هذه الكلمة، ها، مش عايزين نقول عليها pin، مش عايزين نقول عليها pin، ولكن هنقول عليها pan. pan، شوف بقي وهو بيقول، ها، pan 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 pan. اوكي، ا ا ا، اوكي. طب لو انا كتبت ده بي اي ان، هنا بقى الكسره، فبقول عليها pin pin، لكن هنا pan pan pan. اوكي، طب لو انا كتبت الكلمه دي بي اي ان، ها، هقول عليها تا pan 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 pan. ها، وضحت؟ طيب كمان مثال يا مستر رضا. اوكي، تي اي ان، ها، مش هنقول عليها تن ولكن هنقول عليها تان تان تان. طب تي اي ان، ها، هي دي الكسرة، تن تن، لكن هنا تان تان. طب لو كتبت كده تي اي ان، ها، تان. طب يا استاذ زي ما حضرتك عودتنا مفيش حاجة نتسهلها لنا، هقول لك يا سيدي. شوف يا عم الحاج، حرف الاي دايما احنا بنعوده او بنعلمه لاولادنا واحنا بنعلمهم ان حرف الاي هو حرف كسلان. لما كنا بنعلمهم قصة الارنب والسلحفة كنا دايما بنقول ان المفروض السلحفة بطيئة، فانت وانت بتقول حرف الاي شبهه بالسلحفة، وانت بتقوله بتحس ان انت كسلان ما بتخطفوش، لكن حرف الاي في قوة كده وانت بتقوله، فبتلاقي نفسك بتخطف الكلمة على طول، فانت ما بتقولش بين ولكن بتقول بان تان، لكن هنا مش هتقول عليه بان ولكن هتقول عليه ايه؟ بان تان. اوكي، وضحت؟ وضحت يا مستر رضا. اوكي، اتش اي ان، ها، ما حدش بقى ما اسمعش حد بيقول هن 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 هن. R E N T، ها ها، كمان مرة، rent rent rent. اوكي، B E D، ها، ما تقولش bed، ما اسمعش bed. اوكي، bed bed، اهي لو انا كتبت كده P I D، هي دي بقى اللي بيد بيد بيد، لكن هنا بيد بيد بيد. اوكي مستر رضا، ملخص للكلام: حرف الاي اللي هو الشورت فاول، حرف الاي هو حرف بيقع ما بين الآ وما بين، ها، الآي، يعني هو ما بين الفتحة وما بين الكسرة، والكسرة الحقيقية اللي موجودة في اللغة الإنجليزية هي حرف الايه؟
الاي، تمام كده؟ لكن حرف الاي ها كسره خفيفه، مجازا هنقولها كسره خفيف. يبقى الكلمه ده اهي هتقول عليها ايه؟ ها مش هتقول عليها تكست، ولكن هتقول عليها ايه؟ تكست. اوكي اوكي اوكي. طب ايه رايكم نفرق ما بين اللي احنا قلناه؟ تعال نتدرب كده. اوكي اوعى تنسى الآ آ الإي كسرة خفيفة، أ الآي هو اللي كسرة إي. أوكي فبقول ها زي ما احنا تعودنا، أنا هقول وراك. أوكي باد بد بد مان من منت سات ست ست تان تن تن بان بن بن. اوكي اوكي ورجعنا لكم مره تانيه، بنكمل كلامنا على حرف اي. الجزء الاولاني احنا خدنا الشورت فاول يعني احنا خدنا الصوت القصير بتاع حرف الاي. دلوقتي ان شاء الله باذن الله رب العالمين هناخد اللونج فاول اي. اوكي وازاي نفرق ما بين الاثنين؟ امتى يا مستر رضا انا اقدر اقول على اللونج اي؟ يعني امد بقى خليه كسره صريحه زي ما احنا خدنا واتفقنا قبل كده. لو انا عندي حرف الاي وحرف الاي يعني الاثنين جايين ورا بعض، اوكي، او جالي حرف الاي وحرف الاي برضو ورا بعض، اوكي، هتبص تلاقي الصوت ممدود. هتلاقي الصوت ايه بقى؟ ممدود، يعني كسره لتحت. اوكي مثلا على سبيل المثال ركز معايا، لو انا قلت كده ام اي اي ها تي، احنا قلنا ان الحرف الاي الكسره الخفيفه اهو، وبعدين امد كمان حركه، اوكي، فبقول ميت ميت. اوكي طب لو نفس الحكايه الاي والاي ام اي اي تي، اوكي ها نفس الحكايه كسره وبعدين مد كمان حركه فتصبح الكلمه ها ميت. اوكي نفس النطق نفس النطق ميت 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 ميت. اوكي اوكي اس اي اي دي ها سي 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 سيد سيد سيد. اوكي اس اي اي تي ها سي سي سيد سيد سيت. اوكي اس اي اي ها سي سي اس اي اي ها سي سي سي. اوكي ملخص لدرس الاي ببساطه، حرف الاي ليس هو الكسره في اللغه الانجليزيه ولكن الكسرة الحقيقية في حرف الاي. حرف الاي لونج اذا جاء اي اي او اي اي. وكده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو بتاعنا لو سمحت اعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم رضا الدنديني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.